بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى أخبار الثقافة، والبداية مع العناوين. الأجواء الرمضانية في ولاية مطرح تمتزج بتفاصيل تاريخية واجتماعية. ختام المسابقة السنوية للقراءة المعبرة بمحافظة الظاهرة. أهلا بكم. أجواء رمضانية في ولاية مطرح تتميز بطابع خاص، حيث تمتزج روحانية الشهر الفضيل مع التفاصيل التاريخية والاجتماعية وملامح الحداثة التي دخلت مختلف أنحائها وحاراتها الجميلة. يتهادى البحر عندما تقف فلك السلامة وآل سعيد لتقابل المدرسة السعيدية التي أرخت جدائلها لتستذكر أياما خلت من شهر رمضان، الذي ما أن يحل إلا وتعلن المدرسة فتح صفوفها لتعلم كتاب الله وتلاوته في غير الأوقات المعتادة، فيما يشهد منزل الحاج علي عبد اللطيف ورفاقه الآخرين على الذكرى الباقية عند الباب الكبير. الفكرات السابقة كان أحلى، يعني كان أبائنا وأجدادنا كلهم كانوا موجودين في السور، فكان إفطار تشوف يعني مثل جايين ناس رايحين كذا، فالحين ناس يعني قليلة جدا. قبيل المغرب صافحت زرقة البحر منارة مسجد الرسول الأعظم في انتظار للأذان، والناس بين قارئ ومسبح ولكف رفعت إلى السماء. هنا عندنا برامج تلاوة وتحفيظ لكل صف معين، حلقة ووقت معين زين يكون تحت المسجد لمدة 40 دقيقة أو ساعة. تمتم الصائمون بالدعاء، ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الأجر. في زيارات مختلف أنواع الزيارات موجودة بين الأقارب والأهل في هذا الشهر الفضيل خاصة، وتعرف موائد الإفطار وموائد السحور أيضا، ففي عزائم تكون داخلية بين الأهل وهذا، فتكون صلة الأرحام التواصل معهم أكثر في هذا الشهر الفضيل. من حي الغاف يجيبوا الهمبة وهمبة وأشياء، بطيخ ما شمام وهذه كان يبيعون لنا على البحر. الحاج علي على مشارف الثمانين من العمر يقضي وقتا طويلا بعد صلاة المغرب، فإذا نودي للصلاة لب النداء. بعد الصلاة يكمل الناس لياليهم الرمضانية، وخور بنبا ودروازة مطرح تستذكران أدق التفاصيل. المدرسة السعيدية فسور اللواتيا إلى بوابة مطرح تشهد على حكايات رمضان في مكان يعج بالحركة التجارية منذ قرون خلت، وما يزال في موقع يطل على بحر عمان. من ولاية مطرح، فارس بن جمع الوهيبي، مسقط. اختتمت مدارس محافظة الظاهرة المسابقة السنوية للقراءة المعبرة التي خصصت لطلاب وطالبات الحلقة الأولى من الصف الأول وحتى الرابع. المسابقة ساهمت في إكساب المشاركين المعارف والمهارات اللغوية، حيث كرم 80 طالبا وطالبة من المجيدين في هذه المسابقة. دروس في القراءة المعبرة اكتسبها طلاب الحلقة الأولى بمدرسة المسرات للتعليم الأساسي، أعطتهم المهارات في كيفية التخلص من بعض الصعوبات التي تواجه التلاميذ أثناء القراءة. تنمية المعرفة بالتركيب اللغوي وتعويدهم على سلامة النطق وإخراج الحروف من مخارجها بشكل صحيح، جوانب ركزت عليه المسابقة السنوية للقراءة المعبرة بمدارس محافظة الظاهرة. سابقة تجني وتحقق ثمارها لكي نعمل جميعا على رفع المستويات التحصيلية، والحمد لله رب العالمين المستويات نحن راضين عنها كل الرضا، تتقدم باستمرار. في البداية كنا فقط نشمل على القراءة المعبرة، ثم أصبحت شاملة قراءة معبرة، فهم، مقروء، إلقاء، إنشاد، يعني أصبحت الآن عامة شاملة. 80 طالبا وطالبة من المجيدين في مجال القراءة المعبرة والتي أفرزتهم المسابقة السنوية قدموا نماذج قرائية خلال الحفل
استحقوا التكريم ليكون دافعا لهم للاهتمام باللغة العربية وضمان مستويات تعليمية للطلاب. مسابقة سنوية تعنى بالقراءة المعبرة لطلاب الحلقة الأولى ساهمت في رفع التحصيل العلمي لدى الناشئة. خليفة بن محمد الشماخي، ولاية عبري، محافظة الظاهرة. أخبار الثقافة مستمرة وتتابعون فيها بعد قليل. مدينة إيطالية تتلألأ في أكبر مهرجان للضوء في العالم. أهلا بكم. في أكبر مهرجان للضوء على الإطلاق أضاءت مدينة بريسانون الإيطالية وتحولت إلى معرض مفتوح مع عروض ضخمة في الهواء الطلق. في أكبر مهرجان للضوء على الإطلاق في منطقة الألب أضاءت مدينة بريسانون الإيطالية وتحولت إلى معرض مفتوح مع عروض ضخمة في الهواء الطلق تمحورت حول الماء، وذلك بفضل إبداعات 24 فناناً عالمياً. طائرات ورقية على شكل أسماك حلقت في الظلام وتمايلت مع الطبيعة، وأزهار وعواصف ثلجية صنعت من الأضواء. كل هذا كان من بين الأعمال الفنية التي جذبت السائحين من جميع أنحاء إيطاليا وأوروبا. المهرجان مزج بين الأضواء والفن والماء والطبيعة بهدف رفع الوعي حول أهمية مياه الجبال. وكان لفكرة الحدث أهمية خاصة بالنسبة للمدينة الصغيرة الواقعة على الحدود مع النمسا، ويرجع ذلك إلى حقيقة أنه تم تشييدها في نقطة التقاء نهري أيزاك وراينز. وذوبان المياه من الجبال الجليدية والتي يجلبها النهران إلى منطقة دولوميتي الجبلية أمر ضروري للنظام البيئي، لكن تغير المناخ يعرض هذه الموارد الطبيعية الثمينة للخطر. وبدأت جبال الألب تتعرض لظواهر نتيجة تغير المناخ، مثل حدوث مزيد من الفيضانات والانهيارات الجليدية. ووفقاً للصندوق العالمي للطبيعة، فإن ذوبان الثلوج يجبر الحيوانات على العيش في المناطق المرتفعة في الجبال. فن البوب هو فن معاصر يعتمد على رسمه على النقاط، إذ تبدو اللوحات وكأنها مطبوعة ولكنها في الواقع رسمت بأسلوب فني مبتكر. ومن أشهر فناني البوب الأمريكي روي ليخنشتاين الذي تحتفي به مدينة ميلان الإيطالية عبر معرض يستمر حتى 8 سبتمبر المقبل. في معرض بمدينة ميلان الإيطالية جمعت 40 سنة من حياة فنان البوب الأمريكي الشهير روي ليخنشتاين الذي أحدث ثورة في الفن المعاصر برفقة العديد من الأسماء البارزة كأندي وارهول. اتسمت أعمال ليخنشتاين بالكوميديا الناقدة لعالم النساء والحرب والثقافة الأمريكية، فجاء المعرض تحت عنوان ليخنشتاين رؤى عديدة، ويضم أكثر من 80 قطعة فنية كالتحف والمطبوعات ولوحات الحائط تم استعارتها من عدة متاحف ومؤسسات ثقافية. يبدأ المعرض بمجموعة مستوحاة من الثقافة الأمريكية الأصيلة، تستعرض المجموعة فترتين مختلفتين، الأولى قبل الخمسينيات ونرى فيها حياة رعاة البقر والهنود الحمر، ثم يأخذنا ليخنشتاين إلى فترة الثمانينيات حيث بدأت أمريكا تنتبه إلى الأقليات والحركات المقاومة الساعية للحفاظ على العادات الأمريكية. و
ومن الأعمال الملفتة للفنان روي لخشنتاين مجموعة بعنوان حياة جامدة، رسم فيها المشروبات الغازية والنقانق والسندويشات في رمزية ساخرة حول الحلم الأمريكي الذي أضاع العديد من القيم الأمريكية حسب ما كان يعتقد. كما رسم لخشنتاين العديد من اللوحات التي تجسد حياة النساء، وكان مصدر إلهامه الإعلانات التجارية التي دائما تظهر المرأة سعيدة مع منظف للمنزل أو مواد غذائية، أو إعلانات تظهر أن المرأة لا تهتم إلا بجمالها ورضا زوجها. وتعد لوحة الفتاة الغارقة من أشهر أعمال هذا الفنان الذي جسد من خلالها المرأة المستقلة التي تفضل الغرق عن طلب المساعدة من الرجل. في ختام نشرة أخبار الثقافة، هذه عادة لأبرز العناوين. الأجواء الرمضانية في ولاية مطرح تمتزج بتفاصيل تاريخية واجتماعية. ختام المسابقة السنوية للقراءة المعبرة بمحافظة الظاهرة. هكذا مشاهدينا انتهت نشرة أخبار الثقافة، نشكركم على المتابعة، في أمان الله.